السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء جديد في حديث الصحافة، نتابع فيه أبرز عناوين الصحافة المحلية والدولية، ونستعرض أهم مقالات الرأي والتحليل لأشهر الكتاب والمحللين، ونقرأ أيضا ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف القضايا والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية. والبداية من صحيفة أخبار اليوم. الدفاع تطرد الملحق العسكري البريطاني وتمنع مصوري الوكالات من دخول العرضي. حضرموت: حلف القبائل يعاود محاصرة شركات النفط والمعسكرات. الرئيس مخاطبا الحوثيين: احذروا غضب الحليم. اللواء الصومالي يحرر عقيدا وجنديين بعد شهر من أسرهم لدى قبائل الصيعر. الجيش بأبين يعلن التأهب لمواجهة تحركات القاعدة، واللجان تضبط 3 مشتبهين. مجلي يعتبر تحكيم مسلحي الحوثي بعمران إهانة للدولة وخيانة لدماء الجنود الأبرياء. صحيفة الجمهورية: البرلمان يطالب بفرض هيبة الدولة في كافة المناطق. خطة تنفيذية لاحتواء الاختلالات الأمنية في حجة. اليمن تنجح في مواجهة فيروس شلل الأطفال. أمنية إب لن نسمح بتهديد السلم الاجتماعي. صحيفة المصدر: ضبط 7 عسكريين في الحديدة، كلفوا بحماية أرض المطار فقاموا ببيعها. الحوثيون يفرقون مسيرة طلابية في صعدة طالبت بإعادة الدراسة في كلية التربية. خلل فني يجبر طائرة يمنية على الهبوط في أندونيسيا بعد نصف ساعة من إقلاعها. في المواقع الإلكترونية والإخبارية نستعرض العناوين التالية. الصحوانت: حزب أردوغان يتصدر الانتخابات المحلية ب 47% في نتائج أولية. إب: شباب الثورة يواصلون اعتصامهم الثالث لمطالبة الرئيس تعيين محافظ جديد. الخبر: حلف قبائل حضرموت يعود إلى المربع الأول، ويتوعد شركات النفط والمعسكرات بحصار خانق ردا على تصرفات قوى الفيد والنهب في صنعاء. التغيير نت: وزير النفط اليمني: حجم الاستثمارات الكبيرة في مجال البحث والتنقيب أسفرت عن اكتشاف الحقول البترولية. في الصحافة العربية نستعرض أهم العناوين المهتمة بالشأن اليمني. الخليج الإماراتية: الداخلية اليمنية تحدد هوية إرهابيين قتلوا 20 جنديا. البيان الإماراتية: السفيرة البريطانية في صنعاء: النموذج الفيدرالي يحد من الإرهاب. ثيران السلطات اليمنية تثير عاصفة من الانتقادات. السياسة الكويتية: مسؤول يمني: نزع سلاح الحوثيين بعد إقرار آلية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. الرياض السعودية: مقتل عنصرين من اللجان الشعبية جنوب اليمن. الحياة اللندنية: الرئيس هادي: إيران تدعم انفصالي الجنوب وجماعات دينية في الشمال. مقالات الرأي والتحليل نبدأها من صحيفة الجمهورية، والتي نشرت مقالا للكاتب محمد الشلفي تحت عنوان الدم ودعوات إراقته. أكد أن الجماعات التي تبرر قتلها لليمنيين بالإسلام هي بتلك التصرفات تكون حيزت نفسها عن تعاليم الإسلام السامحة، الأمر الذي يجعلها تبرر أعمال القتل بالإسلام فقط وهو منها براء. التناقض في الدعوات التي تتكئ على الدين، عدم التزامها بتعاليمه ومخالفاتها له، وهو ما جعل مفكرا يهتف ذات مرة: رأيت مسلمين ولم أرى إسلاما. في أي خانة يمكن لنا إدراج ما يقوم به الحوثي الذي يتبنى ما يسميها المسيرة القرآنية واتباع هدي الرسول؟ يقتل ولا تهتز له شعرة، ويقتل ولا يؤنبه ضمير. والحوثي جزء من حالة عامة لا تبالي بارتكاب جرائم القتل ثأرا أو صراعا على نفوذ والترويع والاسترزاق بالخطف والغدر، وفي المقابل تغيب لديهم مكارم الأخلاق التي دعا إليها الرسول لغرض تماسك المجتمع أو الأمة التي يرددونها في خطابهم.
لو أعدنا التفتيش في كل حروب اليمن الحديثة وهي كثيرة لن نجد واحدة منها لا يشعر أصحابها الآن بالخزي من تذكرها. لقد انتهت جميعها كما ستنتهي كل حرب على إقناعنا، لكن بعد خسائر نحن في غنى عنها. إنه لا مفر من التعايش والقبول ببعضنا أو الجري وراء السراب. تجار اختطاف الأجانب كان عنوان مقال للكاتب عارف أبو حاتم نشرته صحيفة الناس الأسبوعية. أشار فيه إلى التراجع المخيف في جانب السياح باليمن، مؤكدا أن الحديث مؤلم عن غياب السياح من شوارع ومدن اليمن بسبب الاختطاف بغرض التكسب. من يتذكر منكم المرة الأخيرة التي شاهد فيها سياحا يطوفون شوارع مدينته بتلك السراويل النصفية والفنائل ذات الألوان الزاهية؟ كنا نحن سكان المدن نمر قربهم ونحاول أن نلقي لهم الود عبر كلمات إنجليزية قليلة، فيردون بابتسامات بيضاء وعيون زرقاء غائرة وغارقة في التأمل. ولأنهم امتداد لثقافة وحضارة قائمة على أسس وتخطيط عميق، فقد كانت رحلاتهم إلى بلاد الشرق تسير وفق خطة وخريطة محكمة الدقة. كانوا يفترشون الأرض ويخرجون خرائطهم للتحديد وجهتهم التالية. فيما كنا نهمس، هؤلاء جواسيس ومخبرون أتوا يصورون المعسكرات ومقرات الحكومة المهمة. هكذا نشأنا بعقليات تآمرية لا ترى في الغرب غير مصاص نفط وجاسوس. صحيح قد تفعل حكوماتهم ما هو أبشع من هذا، لكن يجب الفصل بين الحكومات والشعوب. هؤلاء نشأوا في ثقافات ترى في السياحة مكونا أساسيا في حياتهم. الحديث مؤلم عن غياب السياح من شوارع مدن هذا البلد السياحي الجميل. كان وجودهم يمنحنا الإحساس بالأمن وبأن القادم أجمل، وأننا نعيش فوق جغرافيا كانت بالأمس مهدا للحضارة والتاريخ. الأهالي نت نشر مقالا للصحفي المصري وائل قنديل والذي كان تحت عنوان لن نترك الأرض لن نخذل الربيع. استعرض فيه تطلعات شباب الربيع العربي أثناء ثوراتهم لحلمهم الكبير بتحرير فلسطين كأهم هدف لثوراتهم السلمية، في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تشير بحجم الخطر على مستقبل كيانها. عندما أشرقت على العرب شمس الربيع شعر الكيان الصهيوني بالصقيع، فانطلقت حناجر فتية تزأر بالهتاف مجددا لفلسطين، وانفتح كتاب الأرض والدم، وقرأ الجيل الجديد سطورا من التاريخ المطمور تحت ركام عقود من الفساد والاستبداد، واستعاد الورد ذاكرة العبير، فهبت نسائم الشوق لتحرير الأرض المحتلة بعد أن رأى الشباب العربي فيما يرى الثائر أن عملية تحرير للإنسان العربي قد تمت أو أوشكت. كانت أعلام فلسطين في العام 2011 حاضرة في كل ميادين الثورات، من تونس الخضراء إلى القاهرة التي تحاول استعادة خضرتها، مرورا بصنعاء ودمشق في كرنفال تحرير مفتوح وممتد بطول وعرض خارطة الأحلام العربية. وإلى الصحافة الجديدة، والبداية من الكاتب الدكتور حسن منصور، وعلى صفحته في الفيسبوك أكد أن جرائم القاعدة والعوثيين بحق أبناء الجيش والأمن ستلفت نظر اليمنيين إلى ضرورة إعادة الاعتبار للجندي اليمني. جرائم القاعدة والحوثيين ستلفت نظر اليمنيين إلى ضرورة إعادة الاعتبار للجندي اليمني الذي ترك ذويه في عتمة وريمة والمحويت والحديدة وتعز ليؤدي نداء الواجب في أقصى البلاد من حضرموت إلى صعدة، ثم يقع ضحية الإهمال والخذلان من القيادات التي سلمتهم بخسة ونذالة لتلك العصابات. خالد أرويشان على صفحته في الفيسبوك كتب عن سبب استهداف الجيش من قبل الحوثي والحراك المسلح.
يعرف الحوثي والحراك المسلح أن الجيش والأمن هما في النهاية أساس بناء مشروع الدولة المأمول في اليمن، لذلك يقتلون الجنود أينما وجدوهم بحقد وكراهية لا مثيل لها في تاريخ البلاد، لكن هذا مجرد طرف للمعادلة. فتهاون الدولة الغامض وعدم انتقامهم لجنودهم المغدورين خيانة وطنية بلا إعلان، وذلك هو الطرف الثاني من المعادلة. هل من تفسير لتهاون الدولة لمقتل جنودها؟ الصحفي سعيد ثابت على صفحته في الفيسبوك طرح مجموعة من الأسئلة، قال إنها تبحث عن أجوبة. لماذا لم نشاهد سفير اليمن في الإمارات المتحدة في مقدمة مستقبلي الرئيس هادي أثناء زيارة الأخير إلى أبو ظبي؟ ولماذا غاب عن كل فعاليات الزيارة؟ وما علاقة ذلك بما قيل عن استياء الرئيس هادي من التصرفات الصبيانية للسفير وعدم قيامه بعمله كممثل للدولة اليمنية وانصرافه إلى حبك وتلفيق الأخبار الكاذبة المسيئة إلى العلاقات بين البلدين؟ وما حقيقة ما وصفته الأوساط السياسية والإعلامية اليمنية عن فضيحة 200 طقم التي قيل إنها قدمتها الإمارات إلى وزارة الداخلية بينما لم تستلمها الوزارة وتمت سرقتها وبيع معظمها لجماعات العنف المسلح بغطاء من ذات السفير؟ الصحفي شفيع العبد على صفحته في الفيسبوك كتب عن الدور الوظيفي الذي تقوم به بعض الجماعات المسلحة للخارج. تمتاز اليمن دون غيرها بوجود أفراد وجماعات يتسابقون فيما بينهم على أداء دور وظيفي للخارج، لا يهم من يكون هذا الخارج ولا ماهية الدور، المهم توفر مصدر دخل حتى لو تطلب الأمر ممارسة القتل كجزء من تلك الوظيفة. غياب المشروع الوطني للشمال أو للجنوب أو لكليهما معا يطيل من أمد مشروع الدور الوظيفي ويجعل مساحته تتسع بشكل فج. الدكتور عادل بن محمد الحوالي الباحث في شؤون العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة كتب عن استراتيجية واشنطن في تعاملها مع الملف الإيراني العربي. العمق السني المحيط بإيران لا يختلف كثيرا عن محيط إسرائيل في المفهوم الاستراتيجي الغربي، ولذلك أحدثت واشنطن ثقبا في العراق واليمن والبحرين. الصحفي صدام أبو عاصم عبر تغريدة له على صفحته في تويتر كتب ساخرا عن تهجير اللجنة الرئاسية للحوثيين في عمران قائلا: اليمن من أكبر البلدان المستهلكة للثيران على مستوى العالم، ليس للأكل الاعتيادي طبعا وإنما للهجر، العرف السائد في جمهورية القبيلة اليمنية. بإمكانكم مشاهدينا الكرام المشاركة في فقرة الصحافة الجديدة على صفحتنا في فيسبوك حديث الصحافة ومتابعة حلقات البرنامج على صفحة ذاتها وعلى موقع القناة على الانترنت سهيل.net وعلى صفحات القناة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. لهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاء حديث الصحافة لهذا اليوم، في أمان الله. We'll be right back.